استقبال حار حار جدا من طرف المسجونين. ربيت لك صراحة ان شاء الله للخبتاء ويحيى وسلال خبتاء الجبناء. نعم صار هنا عندهم في اي بي. وش في اي بي؟ حطهم ما بيناتهم. خلصوا وقع ان شاء الله طيح عليكم بالضرب حتى وين تموتوا الداخل ترجعوا الداخل ما يبقى فيكم والو. مشي رجال باتوا البلاد الحمد لله راكم تخلصوا في الدنيا وتزيدوا تخلصوا في الاخرى. اسمع فيهم عمار اسمع فيهم يا سلال يا ولي الطاع. وهذا والو واه مازال لايكا واش لايكا قلقوك نوضوك طلع عليهم طلع عليهم هاي لايكا هاي تستشفى ها كلبة يا عباد ربي هاي تستشفى كلبة كلبة ها كلبة هاي تستشفى ايش مات حيوانات ودريتوهم جايز غارديان انت ديت فيلمي اسمحوا لي دقيقه برك غير جوز غارديان عن فيلميكم واش لايكا وين 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 كليتو البلاد يا سراقين اسمعوا ها نحبسوا يا على بالهم كلمه ما تلاقاش كاع بيهم على بالهم بلي سرق سراقين شماتة كلاب سمحوا لنا على الكلام الفاحش العالم كلام فاحش هم في الحبس الساحة يسمعوا غير كلام فاحش تيموتوا كلام فاحش وقلنا عليهم هم جايين دو غارديان واحد اخرين عاد تدخل الحالة اللي كيف باغي لا اليرت الجوج مصدمين ليهم لي غارديان هم يديبلاسيو عامليك لي غارديان عامليك 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 الدنيا بدات تسخن ليكيب انا نستشفى نستشفى في لاكونت بوست نستشفى في المحكمة نستشفى في قدام الحبس نستشفى في الاخرة بيان سور اصبر الاخرة هو العذاب تاع الصح خلصوا قاع